انشأت أو تأسست 5/12/1974، والدراسة بدأت 1975-1976. كلية فيها 6 أقسام علمية، تمنح درجات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في فلسفة العلوم، دكتوراه العلوم في كل التخصصات الخاصة بالكلية. للحصول على الاعتماد كلية، عدد الكليات المعتمدة على مستوى الجمهورية 174 لغاية سبتمبر 2019. كلية العلوم كانت من أوائل الكليات اللي حصلت على الاعتماد. حصلت الكلية على الاعتماد بقرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تاريخ 12/7/2012. هي أول كلية على مستوى جامعة سوهاج، وهي ثالث كلية علوم على مستوى الجمهورية. ده كان بقيادة الأستاذ الدكتور فايز محمود الحصري عميد الكلية، مدير وحدة الجودة الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الله الحداد الله يرحمه ويحسن إليه، ورئيس الجامعة كان الأستاذ الدكتور محمد السيد إبراهيم. حصلت الكلية على تجديد الاعتماد بقرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 6/1/2019. ولحسن الطالع أنها هي ثالث كلية على مستوى الجمهورية، ثالث كلية علوم على مستوى الجمهورية تحصل على تجديد الاعتماد، وطبعا أول كلية تحصل على تجديد الاعتماد في جامعة سوهاج.